طبعا قدر الله عز وجل لا اعتراض عليه، وعسى أن تكرهوا شيئا كما قال الله سبحانه وتعالى وهو خير لكم. لكن لو سألتك يا عبد الله عن أهم الأشياء يعني اللي فقدتها وتتمنى حصولها بعد إصابتك يعني بالشلل والعياق. أماني، في ثلاثة أماني تتعبني، هي حسرة، أمنية أني أسجد لله سجدة وإن شاء الله ما أقوم منها، في خوف داخلي، في آية في القرآن تقول يوم يكشف عن ساق فيدعون إلى السجود فلا يستطيعون. أنا لا ما أقدر أسجد لله. أيام ما كنت أمشي ضيعت صلوات كثيرة. الآن في ناس ممكن يحزنوا عليا صح؟ يشوفوني بهذه الحالة يحزنوا عليا. لكن لما أكون ما أصلي ما حد يحزن عليا. الثانية إني أقلب ورقة من المصحف. هذه أنتم ما تفكروا فيها. أنا أشوفها مثل الجبال. الثالثة إني نفسي وقت عيد أو مناسبة أو فرحة أدخل البيت أضم أمي.